بعد ما درسنا زي اوفر فيو عن الفاينانشال انستتيوشن، هنبتدي نتكلم عن اول تايب عندنا في الفاينانشال انستتيوشن اللي هو الكوميرشال بانكس. اول حاجة هنتكلم عنها what is the definition of commercial bank. commercial bank the largest category of financial institution and the one most present in daily life are widely diversified in their business activities are the main transmitter of monetary policy and are the center of payment system. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكوميرشال بنك ده هو الاساس بتاع ال payment system، هو الحاجة اللي بنتعامل معاها بشكل daily في اللايف بتاعتنا. طبعا عنده حاجات كتير diversified في الاكتيفيتي بتاعته، يعني ممكن انك انت مثلا يدي لون لانفستور، او ان هو يشتري سيكيورتي في الستوك ماركت، او ان هو يبقى بارتنر في بروجكت. بالنسبة للاس اس يو في عنده انفست في مثلا ان هو يحط فلوسه في ديبوزيت في ودايع، او يحطها في شهادات بعوائد مختلفة. يعني عنده diversification عالي جدا في الاكتيفيتي بتاعته، وهو الأساس في المونيتري بوليسي، يعني هو الأساس في السياسات المالية وفي النظام المالي. يبقى كل الباراجراف ده هو definition of commercial bank. طيب ايه primary goal of commercial bank؟ طبعا primary goal is profit maximization. تمام، يعني ايه بقى؟ يعني ايه profit maximization؟ ان هو يعظم الارباح بتاعته. طب بس profit maximization؟ لا، كمان في حاجة اسمها market value maximization، يعني لازم يحرص ان الاسعار الشير بتاعته او الستوكس بتاعته بتعكس الاكسبكتيشن بتاع الشير هولدرز، يعني بتعكس الرغبات بتاع الشير هولدرز اللي هم المساهمين، ان كل شوية يبقى في continuous في profit maximization، يحصل على طول increase في الستوك ماركت في البرايس بتاع الستوكس بتاعته، يعني بشكل دائم يبقى في profit بتتحقق. يبقى احنا كده لما نيجي نسأل نقول هل هو هدفه الاساسي profit maximization ولا ان هو يعمل ستوك شير maximization او market value maximization؟ طبعا هدفه الاساسي الماركت فاليو ماكسمايزيشن، لان لما اسعار الاسهم بتاعتي ترتفع في السوق هو ده معناه ان الكابيتال بتاعتي عماله بتزيد، بيحصل انكريزنج في الكابيتال في راس المال بتاعي، وده طبعا بيعكس الريفلكت شير هولدرز اكسبكتيشن. تمام، طيب هتقول لي طب ما هو لما يحصل انكريز في الماركت فاليو ده بسبب البروفيت ماكسمايزيشن. اقول لك لا، مش البروفيت ماكسمايزيشن بس هي العنصر اللي بيخلي الماركت فاليو تزيد، في عناصر تانية كتير، ودي هناخدها بالتفصيل لما نيجي للستوك ماركت، زي الريبيتيشن، زي السمعة، يعني الريبيتيشن دي يعني سمعة، زي الرومر، زي الإشاعات. كل العناصر دي بيبقى لها تأثير وليه ويت كبير زيه زي البروفيت ماكسمايزيشن. يبقى انا دلوقتي البرايمري جول عندي في الكوميرشال بانك ان يحصل شير هولدرز ماكسمايزيشن او يحصل ماركت فاليو ماكسمايزيشن. من احد مسببات الماركت فاليو ماكسمايزيشن هو البروفيت ماكسمايزيشن. بس لما تتسأل ايه هو المين جول، يبقى على طول ايه؟ ماركت فاليو ماكسمايزيشن. هنا بقى بيقول لي define bank capital، يعني رأس مال البنك. البنك كابيتال يا جماعة بيتكون من الكابيتال ستوك والاندفايدد بروفيت والسبيشال ريسيرف اكاونت. يبقى دلوقتي عندي البنك كابيتال بيتكون من ثلاث حاجات، تمام، الكابيتال ستوك والاندفايدد بروفيت اند سبيشال ريسيرف اكاونت. تمام، طيب الكابيتال ده اذا كوشن اجينست ويتش لوزز، يعني ده الامان ليك لو حصل اي خسارة. الكابيتال ده مكون زي ما قلنا قبل كده من الراس مال اللي هم الاونر، من الارباح الغير موزعة او المحتجزة، ومن الاحتياطيات. تمام، يبقى الكابيتال ده الكوشن اجينست لوزز،
او اجينست اي خسارة. تمام، يبقى احنا كده في السلايدز اللي فاتت عرفنا يعني ايه الديفينيشن بتاع البنك، ويعني ايه الكابيتال بتاع البنك، وازاي البنك هدفه ايه، ان هو يعمل بروفيت ماكسمايزيشن ولا يعمل ماركت فاليو ماكسمايزيشن. دلوقتي هنا بيقول لي ايه الميجر يوزز اوف فوند فور ا بانك. الميجر يوزز اوف فوند فور ا بانك اللي هو ليندنج اند انفستنج، يا اما ان هو بيسلف يا اما ان هو بيعمل انفستنج في بروجكت معينه. طيب الانفستنج ده يا اما يبقى في سيكيورتيز، يعني يشتري اسهم وسندات من سوق المال، و يعني كانه بيضارب في سوق المال، تمام، او ان هو يعمل انفستنج ان هو يبقى بارتنر في اي مشروع علشان يجيب بروفيت او مارجن لما يحصل نجاح في المشروع ده. يبقى انا دلوقتي عندي البنك الميجر يوزز اوف فاند بتاعه، يعني الاموال اللي عنده يستخدمها في ايه، يا اما لندنج يا اما انفستنج. في اللندنج هو بياخد من الشخص اللي بيديله اللونز، بياخد منه انترست ريت او ديسكاونت ريت مقابل القرض اللي بيديهوله. انما في الانفستنج هو بياخد البروفيت بتاعه يا اما من نصيبه الشير بتاعه في البروفيت لو كان بارتنر في بروجكت، يا اما قيمة الانكريزنج اللي هتحصل في الستوك ماركت بتاعت الستوك اللي هو اشتراها او البوند اللي هو اشتراها. يعني سي لو انا اشتريت مثلا ستوكس بمليون جنيه وبعدين حصل انكريز في البرايس، الستوكس اللي انا اشتريتها كانت بمليون ارتفعت لي مليون ونص، يبقى انا المارجن بتاعي او النت بروفيت بتاعي اللي هو عبارة عن نص مليون. طيب هنا بعد كده في الجزء الثاني من السؤال بيقول ايه الديفرنس بتوين لارج اند سمول بانك. طبعا الديفرنس بتوين لارج اند سمول بانك بتيجي من حجم الاموال او اماونت اوف ماني اللي هم عندهم. دول الكابيتال بتاعهم بيبقى اقل في السمول بانك، بيبقى اقل من اللارج بانك. كمان في ايه، في السيجنيفيكانت بورتفوليو، يعني اللارج بانك بيبقوا عاملين بورتفوليو في بروجكت ممكن تكون مور ريسكير ومور بروفيتبل، يعني اكثر مخاطره واكثر ارباح. انما السمول بانكس بيميلوا اكتر للاكتيفيتي او ان هم يعملوا انفستمنت او البورتفوليو بتاعته تبقى سيف اكتر، لان هو المجال او الاماونت اوف ماني اللي عنده مش كتيره، فبيبقى اعتماده اكتر على اللندنج اكتيفيتي. تمام، يعني بيبقى النشاط الرئيسي عنده اللندنج مش الانفستنج، سواء في بروجكت ان هو يبقى بارتنر او ان هو يشتري في الستوك ماركت. يبقى انا دلوقتي الميجر يوزز اوف فوند اتفقنا يا لندنج يا انفستنج. طب ايه الفرق بين اللارج والسمول بانك؟ الفرق بين اللارج والسمول بانك اللي هو حجم الاعمال amount of money الكابيتال بتاع كل واحد. اللي في اللارج بانك بيبقى طبعا الكابيتال اكبر كتير من السمول بانك. اللارج بانك بيبقى البورتفوليو بتاعته مور ريسكي ومور بروفيت برضو، لكن السمول بانكس بتبقى بيعتمد اكتر في الاكتيفيتي بتاعته على اللندنج لانه بيعتبر انفستنج سيف. تمام.